لو انت بتقيم تقييم موضوعي بشوف ايه النقطة اللي انتوا اخفقتوا فيها، يعني ايه الخطأ اللي انت لو رجعت بالذاكرة كده تقول اه احنا في الفترة دي الناس فعلا كان معاها حق، احنا المفروض كنا نعمل كده. لا يعني هي ما تتحسبش كده، ولكن انت انا بقول لك انت بيكون عندك اهداف بتشتغل من خلالها، وهي في النهايه هي وجهات نظر. انا يعني انا لو شفت كل واحد بيحلل بيقول ايه او كل واحد بينتقد، لا انا بكلم وجهه نظرك انت، يعني انت شايف ان بعد الفتره دي قعدت كده مع نفسك بتشوف ايه النقطه اللي ممكن تكون هي دي كانت نقطه التحول. لا نقطه التحول ان احنا الفتره الاخيره ما كانش عندنا توفيق، يعني يمكن في عناصر اساسيه مهمه بالنسبه لنا ما كانتش موجوده. يمكن المباراه الاخيره في افريقيا احنا يعني مسافرين بالظبط على قد السكور، عندنا غيابات كتيره، عندنا اصابات كتيره، ورغم كده وانت بتلعب خارج ارضك عندك الشوط الاولاني تجيب 3 تجوان مستريح مضيع ضربه جزاء، ولكن كره القدم بتقلب في لحظه، الشوط الثاني بيجي فيك جون وبيجي فيك الثاني المباراه تخلص، انت خسران وانت اصلا ما تستاهلش تتعادل. يعني الشوط الاولاني تكسب ما يعني مستريح تمام. يمكن مباراه الاسيوطي هي مباراه في الكاس، الشوط الاولاني وانا ممكن نكسب ليك ضربه جزاء وكان ممكن يبقى فيها طرد، سيناريو المباراه ممكن يتغير في لحظه، ولكن هي دي الكوره. وخلينا نكون منطقيين، اي حاجه في الدنيا سواء الكوره او غير الكوره لازم يبقى في اسباب منطقيه للتغيير. يعني التغيير هو لازم يكون في تغيير، كلنا بنسلم بعض سواء ادارات او اجهزه فنيه او لعيبه، الاماكن مش حكر على حد، ولكن عشان يبقى في تغيير لازم يكون في اسباب منطقيه الناس حتى تقتنع بيها. طبيعي يكون في دروب، والدروب ده هيكون ليه اسبابه اللي بتساعد ان يكون في دروب عشان يحصل تغيير، واحنا مؤمنين بكده. يعني ما فيش حد هيخلد في النادي الاهلي سواء اداري او لاعب او مدير فني او جهاز معاون، احنا هي سلسله وكلنا بنكمل بعض. صحيح. كلنا بنشتغل في وقت وعارفين ان دورنا هيخلص في وقت معين وهيجي ناس بعدين هتكمل واحنا هنساعدها ونقف جنبها اكيد. يعني انت من وجهه نظرك كابتن احمد شايف ان الاسباب كانت غير منطقيه في المرحله دي لتغييركم؟ من لتغييرنا؟ لا مش عاوز اقول هي غير منطقيه، ولكن في توجه للاداره يحترم، وكابتن حسام حس في بعد مباراه المباراه الافريقيه واحنا هناك في 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 اوغندا، حس ان التوقيت ده يعني خلاص الفرقه ما فيش فيه توفيق، حس ان دور الجهاز لحد كده خلص، ما فيش عندنا توفيق الفتره دي، يمكن بعد كده النادي لما يكون فيه مدرب تاني صفحه جديده وتتفتح يكون فيه توفيق اكتر، لان في التوقيت ده كابتن حسام حس ان خلاص احنا عملنا كل اللي علينا الموسم اللي قبليه. بس مش كان بدري يا كابتن احمد؟ يعني انتوا ماشيين موسمين يعني مش عايز اقول يعني ممتازين، ده انتوا جيدين جدا جدا جدا. يعني هو ينقص بس كان موضوع بطوله افريقيا ان انت وصلت للفاينل وخلاص، وصل الفاينل يعني دي الحاجه اللي يعني انت خلاص يعني تكه. ما هو ما انا بقول مش عشان ماتشين او ثلاثه تخسرهم لا ما هي بتبقى ليها يعني بيبقى كذا جانب. انا بقول لك زي ما قلت كده، ممكن الموسم الاولاني احنا كسبانين دوري كسبانين كاس، انت افريقيا واصل لاخر مرحله فيها، ويمكن المباراه دور الثمانيه ودور قبل النهائي من المباريات اللي عمر ما في جماهير النادي الاهلي ولا حد هينساهم. يعني الترجي بتكسب بره والنجم بتكسب هنا 6، يمكن لو في توفيق في مباراه الوداد جبنا جون في الاول، وليد ازارو ضيع انفراد، كان سيناريو المباراه يختلف تماما. لكن في اوقات بتحس في توفيق معاك او ما فيش توفيق معاك. الموسم اللي بعدين انت بادئ كسبان دوري وخرجت من الكاس، والبطوله وارد تخسرها، وفي افريقيا انت مكمل. وخلينا نقول كمان يمكن افريقيا، خلينا نرجع بالذاكره شويه، يمكن 2013 وانا كنت موجود مع الفرقه وكان ماسك الفرقه كابتن محمد يوسف، كنا بنلعب في الجونه عشان الاحداث اللي كانت عندنا في مصر. يمكن اول مباراه كان عندنا الزمالك تعادلنا 1-1، ثاني مباراه كانت على ملعبنا كانت مع اورلاندو خسرنا على ملعبنا 3-0، وكان عندنا مباراه بعد كده خارج ملعبنا وكله قال ان احنا بره البطوله. في الموسم ده احنا خدنا البطوله، ففي افريقيا مفيش مشكله خالص، انت لسه بدري عندك وفي ماتشاتك، وان شاء الله يعني النادي الاهلي يكسب البطوله السنه دي ونبارك لهم ان شاء الله. فيعني مفيش مشكله يعني خالص.